مي كيبدا كيسخن الجو كنحتاجو وصفات سهله وخفيفه. تبعوا معايا الحلقه اليوم باش تكتشفوا شنو غنوجد معاكم. عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم وليمة مع حليمه. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم بانيني ساهل وكيوجد بسرعه. بقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوا. غادي نحتاجوا في المكونات صوص برجر، ممكن نعوضوها باي صوص كتعجبنا، مثلا الجيريان او صوص اندلس يعني اللي كتفضلوا، او ممكن غير المايونيز نخلطوه مع الكيتشوب كيجي مزيان. غنحتاجوا كذلك فرماج محكوك، مطيشه مقطعه بهذا الشكل، كورنيشون خس مقطع، دان فيمي اي نوع كتفضلوه، والخبز ديال البانيني. نخليكم مع لائحه المكونات وغندوزو مباشره طريقه التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه في مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبه لطريقه التحضير فسهله بزاف. كناخذوا الخبز ديال البانيني اللي كنحضروه اما في الدار واما كناخذوه واجد، كندهنوه بالصوص على حساب الرغبه. انا اختاريت صوص برجر حيت كتجي خفيفه ولذيذه وكتعجب الوليدات بالاخص. كنديروا منها الكميه على حساب الذوق. كندهنوا الخبز مزيان باش ما كيجيناش ناشف. غادي ندير اول حاجه الخس مقطع، وطبعا نغسلوه ونشفوه مزيان ما يبقاش فيه الماء. كنزيدو مطيشه. بالنسبه للخضره ديروا اللي بغيتو على حساب اللي توفر عندكم او على حساب الذوق. يعني كاين الوليدات اللي ما كيبغيوش مطيشه والخس، ممكن تبدلوها بشي حاجه كتعجبهم. غنزيدو شويه ديال الكورنيشون باش كيعطينا هذيك الحموضه وداك المذاق اللي يعني كيهرس لينا لوغو ديال الخضره. صافي كنديروا الكورنيشون كميه اختياريه على حسب نسبه الحموضه اللي بغيتو تحسوا بها، وكنزيدو لادان فيمي على حسب الرغبه، اما العادي او ديال البزار او لا اللي بغيتو جومبون على حسب الذوق. وفي الاخير الفرماج باش ملي كنديروها في الاله ديال البانيني كيدوب وكيسيح عليه وكيعطيه مذاق احسن. صافي ولا اسهل. وبالنسبه لدان فيمي ممكن نعوضوه بالدجاج، نشحروه مع شويه ديال الملحه والبزار، ممكن نعوضوه بالكفته حتى هي كتجي مزيانه، ممكن غير بالطول ديال مطيشه او الطول العادي، يعني كتبقى اضافات اختياريه. صافي كنديروه في الاله ديال البانيني كيتبريصا وكيتحمر وكيكمل الطياب ديالو، وكنرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديال البانيني ديالنا. الشكل النهائي ديال البانيني بعد ما تحمر بهذا الشكل كيجي لذيذ، وكما لاحظتوا ساهل بزاف التحضير، ينفعكم يعني بحال هكا كعشاء او غدا، لا كان شي خريجه صيفيه، وليداتكم للمدرسه. وكيف قلت نوعوا او غيروا في الاضافات اللي كنديروا معاه، او حتى في اللحوم كيف قلت دجاج او طون او كفته. مهم انها وصفه سهله ولذيذه. وصلنا لنهايه الحلقه، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه ديال اليوم. كنشكركم دائما على المتابعه، وما تنساوش تتابعوا برنامجكم وليمة مع حليمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء.